أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول البداء الحديث الرابع من باب البداء من الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال؛ الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. ذكرنا في الحلقتين الماضيتين ان البداء عقيده اسلاميه دلت عليها صحاح المسلمين من الشيعه وغيرهم ومعنى البداء ان الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا لمصلحه ثم لما تتبدل المصلحة بالدعاء أو بالصدقة أو بأي سبب آخر فإن الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير كما أن الله قدر عذاب قوم يونس لكن لما تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى تضرعهم سبب أن الله يقبل توبتهم وقبول التوبة كانت سببا لكشف العذاب عنهم. في هذا الحديث الشريف وهو رابع أحاديث باب البداء من الكافي الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين جانبا من جوانب المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى من انبيائه ان النبوه منصب الهي والذي يحمل هذا المنصب الالهي يجب ان تتوفر فيه مواصفات عاليه هذه المواصفات العاليه لا يمكن لاي انسان ان يصلها الا باصطفاء من الله سبحانه وتعالى الانسان العادي لا يمكن ان يكون قابلا وله القابليه للنبوه لان النبوه منصب رفيع لا يصح اعطاؤه لشخص لا يمتلك مواصفات خاصه هذه المواصفات الخاصه لا يمكن للإنسان مهما أوتي من جهد أن يصل إلى تلك المواصفات بل تلك المواصفات منحة من الله سبحانه وتعالى لبعض كرام خلقه وهم الأنبياء لذا الآية الشريفة تقول إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آدم نبي من انبياء الله لماذا كان قابلا وله القابليه لكي يكون نبيا؟ لان الله اصطفاه وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فلذلك الانبياء افضل الناس اجمع كذلك الاوصياء الوصايا الخاصة هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى فالأئمة عليهم الصلاة والسلام ايضا أفضل من سائر الناس. إذن هؤلاء الله اصطفاهم هذه مرحلة صار قابل لأن ينال النبوة. لكن النبوة أيضا درجات بعض الأنبياء أفضل من بعض فضلنا بعض النبيين على بعض، لان الدنيا دار تفاضل، جزء من هذا التفضيل بالاصطفاء، والجزء الاخر من هذا التفضيل بالاختبار، بالابتلاء، "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين" ابراهيم عليه الصلاة والسلام من بداية شبابه حينما كان في بابل الله سبحانه وتعالى جعله نبيا ثم جعله رسولا ثم اختبره باختبارات كثيرة ابتلاه بابتلاءات لماذا الله سبحانه وتعالى ابتلاه لكي ينجح في هذه الامتحانات و يرتقي الى الدرجات الاعلى هو في درجه عاليه يرتقي الى درجات اعلى من جمله اختبار بنار نمرود من جمله اختبار بالهجره من جمله اختبار باختبارات متعدده وحسب ما في بالي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في إحدى كتبه يذكر أكثر من عشرين امتحان واختبار مر بها إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وكان أشد تلك الامتحانات امتحانه بأن أمره بأن يذبح ولده إسماعيل إبراهيم الله لم يرزقه ذرية إلى أن بلغ من الكبر عتيه وزوجته عجوز عقيم كانت فأقبلت امرأته في امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، زين الإنسان لم يرزق بولد إلى أن يتختير يصير شايب الله سبحانه وتعالى يرزقه بولد هذا الولد في بداية شبابه فلما بلغ معه السعي الله اوحى لابراهيم ان اذبح هذا الابن. امتحان جدا صعب وعسير. ابن وحيد رزق على الكبر. احنا شفنا بعض الكبار في السن عندهم وحيد يعني ولد واحد صار حادث هذا الولد مات في حادث سير او مرض او باي سبب اخر. الانسان يشعر ان الالم الذي يشعر به هذا الاب والحزن لا يوصف. زين اذا الابن يموت الاب يكون في هذه الحاله فكيف بان يؤمر بان هو بايده يذبح ذلك الابن؟ فنجح في هذا الامتحان ايضا. هو نجح اسماعيل هم نجح. لأن اسماعيل على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام أيضا نبي من أنبياء الله العظام، وهذا كان أيضا امتحان لاسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء ليست كرؤيانا، احنا رؤيانا يمكن تكون من الشيطان ويمكن تكون رؤيا صادقة، أضغاث أحلام ويمكن تكون رؤيا صادقة. ولا نتمكن من التمييز بين الرؤيا الصادقة والرؤية الكاذبة عادة التي هي أضغاث أحلام لذا رؤيانا مو حجة أما الأنبياء كل رؤاهم صادقة لأن الشيطان ليس له سلطة عليهم حتى في المنام فما يرونه في منامهم هو وحي من الله سبحانه وتعالى هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إسماعيل أيضا كان مصطفى قال يا أبت تفعل ما تؤبر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا الامتحان هم اجتازه وصل إلى أعلى درجة يمكن أن يصلها نبي وهي درجة الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الظالمون لا ينالون عهد الله فهذه الآية تدل على أن الإمامة عهد من الله لذا قال عهدي لذا لازم الله يعين الإمام لا ينال عهد الظالمين الذي هو ظالم لا يمكن أن ينال الإمامة فهذه الآية أيضاً دليل على لزوم عصمة الإمام، هسه التفصيل في مكانه في باب الحجة إن شاء الله سنذكره، لكن الآن المقصود شرح هذا الحديث أن الأنبياء الله يصطفيهم ثم بعد ذلك يبتليهم بابتلاءات، من جملة الابتلاءات التي يبتليهم أن الله سبحانه وتعالى يأخذ منهم مواثيق غليظة مثلا هذه الايه الله سبحانه وتعالى يقول: "وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به" وفي ايه اخرى: "وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني الأمم الأنبياء وكذلك نفس الأنبياء. من مراحل امتحان الأنبياء وكذلك امتحان أممهم المواثيق زين هذا النبي الله اصطفى بعد اصطفائه كان قابلا لأن يكون نبيا بعثه نبيا ما يترك هكذا وإنما يأخذ منه المواثيق الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق من نوح من إبراهيم من موسى من عيسى من الرسول محمد صلى الله عليه وآله ضمن هذه المواثيق أمور ثلاثة ترتبط بالله سبحانه وتعالى لأن يعني بعض المواثيق ترتبط بالتوحيد بعض المواثيق ترتبط بالنبوة مثل هاي الآية اللي قرأناها تصديق الرسول صلى الله عليه وآله والبشارة به ونصره بعض المواثيق ترتبط باعمالهم باعمال اممهم هذا الحديث التي، الذي الان نريد ان نشرحه المواثيق بالنسبه الى مساله التوحيد ما بعث الله نبيا حتى ياخذ عليه ثلاث خصال ثلاث خصال هذه الخصال الثلاثة الله سبحانه وتعالى في مسألة التوحيد يأخذها من كل نبي بعثه أولا الإقرار له بالعبودية أنت النبي تقر بأنك عبدا لله إذا صرت أفضل من بقية الناس باصطفاء من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أخذ من الناس عهدا بالايمان بك والله حباك بالمعجزات لا تتكبر لا تستكبر لا تامر الناس بعباده نفسك لا تقر لله بالعبوديه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الانسان من طبعه ان الانسان لا يطغى رآه استغنى الانسان من طبعه انه اذا صار عنده استغناء في مال في سلطه يطغى امير المؤمنين يقول من ملك استاثر الانسان يطغى لذلك درءا لطغيان الانسان هناك قوانين شرعها الله سبحانه وتعالى لكي لا يطغى الانسان، زين هذا النبي مصطفى وعنده معجزه الله سبحانه وتعالى يأخذ منه الميثاق ان لا يطغى, لا يطغى. صحيح الانبياء درجتهم رفيعه بحيث انهم لا يطغون لا يدعون الناس إلى عبادتهم وإنما يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لكن أخذ هذا الميثاق هو تأكيد عليهم وتأكيد على أممهم أن هذا النبي عبد لله سبحانه وتعالى إذا شفت عند معاجز هذه المعاجز ليست من عند نفسه الله سبحانه وتعالى أقدره على هذه المعاجز لذا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام اول كلمه نطق بها لكي يبرئ امه العذراء مريم عليها السلام ماذا قال؟ قال اني عبد الله اول كلمه اذا شفت عيسى ولد من غير اب ثم بعد ذلك حينما بعث للرساله رايتم من احياء الموتى ابراء الاكمه الابرص اخبار بالمغيبات لا تغلو فيه، تقولون انه راب او انه ابن الله والعياذ بالله، كلا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت الى اخر الايه الشريفه، الايات الشريفات. ولذا نحن في تشهدنا عندما نتشهد نقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله نقدم الشهاده بان الرسول محمدا صلى الله عليه واله هو عبد لله ثم بعد ذلك نردفه بانه رسول منه فاول شيء ان تقر لله بالعبوديه لذا الانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اعبد الناس في زمانهم وهم اخضع الناس لله سبحانه وتعالى يعبدون الله ويأمرون الناس بعباده الله في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه واله كان جالسا على الارض ويأكل تمرا او شيء من هالقبيل فمرت امراه قالت جلسة كجلسة العبد زين هذا رسول من الله وهو حاكم الرسول في المدينة كان حاكما ثم بعد ذلك حكومة الرسول الظاهرية توسعت شملت كل الجزيرة العربية ما اتخذ مثلا أبهة السلاطين يجلس على الأرض ويأكل على الأرض قالت جلسة كجلسة العبد فماذا اجابها الرسول صلى الله عليه واله؟ ما معناه اني عبد لله واتواضع لله سبحانه وتعالى فاذا جلست على الارض واكلت كسائر العبيد هذا تواضعا لله واقرارا بالعبوديه له سبحانه وتعالى. فاولا الاقرار لله بالعبوديه وثانيا وخلع الانداد هذا الإقرار الثاني في الميثاق التوحيدي خلع الأنداد، الند يعني الشريك الذي يشابه شريكه، الله ليس له شريك ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله كثير من الناس يعبدون الله لكن عباده مع عدم خلع الانداد وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون حتى المشركين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا يعبدون الاصنام ايضا ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فالاقرار لله بالعبوديه هذا جزء الجزء الاخر خلع الانداد يعني لا تتخذ في عقلك وفي ذهنك شريكا لله الله ما إلى شريك بس ذول الذين يعتقدون بأن هذه الأصنام البشرية أو الحجرية هذه شركاء لله هذا ما راح يغير الواقع هذه لا تكون شريكا لله بزعم هؤلاء زعم هؤلاء لا يغير من الواقع شيئا لكن هذا الإنسان اتخذ في ذهنه شريكا توهم أن هناك شريكا فيعبد هذا الشريك ولا يعلم بان هذه العباده ستضره فاذا هو شريك حجري يوم القيامه سيكون حصب جهنم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم واذا اتخذ شريكا بشريا اذا هذا البشر هو راضي بهذه الشركه فهو ايضا كفرعون في النار وهناك تصير محاججه بين المستكبرين والمستضعفين واذا هذا الذي اتخذوه شريكا لله والعياذ بالله انسان مؤمن كعيسى عليه الصلاه والسلام في يوم القيامه يتبرأ منهم عيسى عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم الى اخر الايه الله يخاطب عيسى هذا في اخر سوره المائده أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول له سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إذا الأمر الثاني والميثاق الثاني خلع الأنداد الشيء الثالث البداء وان الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء الله قادر اذا قدر شيئا خلاص بعد ما يقدر يغير هذا التقدير عاجز عن تغييره كلا يقدره لمصلحه كما قدر عذاب قوم يونس لما كفروا فحين كفرهم كان من المصلحه ان ينزل عليهم العذاب لكن لما تابوا الى الله سبحانه وتعالى المصلحه تبدلت بالتوبه الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب كشف عنهم ذلك العذاب اذا الله سبحانه وتعالى قدر شيئا لا يعجزه شيء من تغيير ذلك التقدير نعم قد لا يغير لانه ماكو حكمه في التغيير لا انه ليس بقادر عليه هذا الرد البداء لزعم اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله يزعمون ان الله خلق هذا العالم بعد ما يقدر يغير شيء ومن جمله مزاعمهم انه جعل بني اسرائيل الشعب المختار لكن بقيه الناس يظلمونهم وحسب زعمهم لا يتمكن من فعل شيء فيبكي على بني اسرائيل ويتندم انه ليش خلق سائر الناس والعياذ بالله من كفرهم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعني مثلا هناك تقديرات الله سبحانه وتعالى لا يغيرها لكن ما يقدر يغيرها او لا يغيرها لان الحكمه تقتضي في عدم تغييرها يعني مثلا الناس المؤمنون خالدون في الجنه والكفار خالدون في النار الله خلدهم في النار او خلدهم في الجنه لحكمته لكن ما يقدر يغير يعني ما يقدر يفنيهم كلهم ما يقدر ينهي الجنه ما يقدر ينهي النار نعم يتمكن لكن لا يفعله لانه حكيم لذلك الله سبحانه وتعالى في ايه من ايات القران في سوره فود يقول واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الذين سعدوا ففي الجنة وهم خالدون في الجنة أبداً بعدين استثنى إلا ما شاء ربك المفسرين هنا لهم تفاسير مختلفة. احد هذه التفاصيل ان هذا الاستثناء الا ما شاء ربك ليس معناه ان بعض اهل الجنه لا يخلدون فيها كلا كل من يدخل الجنه يخلد فيها لماذا الله يذكر الا ما شاء الله الا ما شاء ربك لبيان ان خلودهم في الجنه هذا لا يسلب قدره الله سبحانه وتعالى في ان يخرجهم من الجنه الله دخلهم في الجنة وهم خالدون في الجنة لكن ليس لعجز الله خالدين الله ليس بعاجز وإنما لرحمة الله هؤلاء خالدون في الجنة لذا قال إلا ما شاء ربك مثلا آية أخرى في سورة الأعلى الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب الرسول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله احنا راح نعلمك القران وانت ما راح تنسى القران الا ما شاء الله هذا الاستثناء يعني شنو يعني الرسول نسي بعض ايات القران كما في روايات اسرائيليه ترويها بعض العامه كلا الرسول صلى الله عليه واله لم ينسى القران ولا حرفا منه ولا كلمه منه لماذا الايه تقول الا ما شاء الله هذا لبيان ان الله علمك القران وانت ما راح تنسى القران هذا مو معناه انك خرجت عن قدره الله وان الله والعياذ بالله لا يتمكن من انسائك. كلا الله يتمكن لكن لا يفعل، لماذا لا يفعل؟ لانه لا مصلحه في ذلك ان تنسى انت. الظلم الله يتمكن من ان يظلم او لا يتمكن؟ نعم يتمكن لكن الله لا يظلم محال على الله الظلم لماذا؟ لان الله حكيم والحكيم لا يظلم لان سبب الظلم اما الضعف واما الحاجه واما الخبث والله سبحانه وتعالى ليس بضعيف الله سبحانه وتعالى غير محتاج والله سبحانه وتعالى منزه من جميع صفات النقص فلذا الله لا يظلم لا لعدم قدرته على الظلم، وإنما لأنه الغني القادر غير المحتاج الذي لا صفة من صفات النقص فيه، فلذا لا يظلم. فإذا النبي الذي الله سبحانه وتعالى يبعثه أي نبي من الأنبياء 124 ألف نبي على حسب بعض الروايات هؤلاء الأنبياء ما من نبي منهم إلا ويقر ويؤخذ منه الميثاق بأن الله قادر عاجز الله يقدم ويؤخر زين الله وعدك الناصر لكن قد يؤخر هذا النصر وقد يعجل هذا النصر فلذا أنت استقم وادعو إذا النصر تأخر لا تتزلزل في عقيدتك في الآية الشريفة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وفي آية أخرى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الناس يعني الانبياء لم يتزلزلوا الناس يتزلزلون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زين الرسول ما يتزلزل لكن الرسول يدعو يا رب عجل النصر وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني يشتاقون إلى نصر الله فيدعون الله بأن يؤجل النصر ألا إن نصر الله قريب فإذا أنت النبي شفت أنه تسعمية وخمسين سنة مثل نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام دعوت قومك ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إذا أنت تأخر النصر عليك لا تيأس بل تكون ثابتا وتدعو الله سبحانه وتعالى حتى يقدم هذا النصر فإذا كل نبي يأخذ الله من المواثيق من جملة المواثيق مواثيق توحيدية الإقرار لله بالعبودية أولا خلع الأنداد ثانيا ثالثا وان الله قادر يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على طريق الحق والهدايه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.